الكبسة دي من أحلى الكبسات اللي ممكن تدوقوها في حياتكم، جربوها وأنا متأكد إنكم هتعتمدوها ومش هتبطلوا تعملوها غير بالطريقة دي على طول. يلا نشوف مكوناتها وطريقة التحضير مع بعض. جبت حبة فلفل حلو أحمر وتلات حبات فلفل حار أحمر برضو مع راس توم كاملة وبصلة حجم وسط مع حبة طماطم حمراء. تبلتهم بقى بالملح ورشة زيت ورشة أوريجانو وبهارات كيجن، وممكن نستبدل الكيجن بأي بهارات مشكلة عندكم. وناخد كل المكونات دي بقى وندخلها الفرن أو الإير فراير. ونزلت البصلة مفرومة على سمنة لحد ما لونها بقى بني، وبعدين حطيت عليها فصين توم مهروسين، وبدأت أنزل الفراخ بعد ما غسلتها وصفيتها. ضفت عليها ورق لورا وحبهان بودر وبابريكا وفلفل اسود. نطلع بقى الخضار اللي شويناه وبعد كده نحطه في المفرمه. نعصر عليهم نص ليمونه ومكعب مرق دجاج ومعلقه سكر. وده كده شكل الصوص البيري بيري اللي طلع معانا. هنزل بيه فوق الفراخ المتشوحه واضيف عليه معلقه صلصه واغطيه. ليمون مجفف عشان يحلل الكبسه. بطلع الفراخ وبدخلها الفرن تتحمر، وبعد كده بضيف الرز البسمتي مغسول ومنقوع نص ساعه. ومن وقت للتاني بنقلب الكبسة عشان الصوص الأحمر ده بيخليها تلزق شوية. رجعت الفراخ بعد ما اتحمرت وبضيف عليها أي صوص سبايسي. طعمها بجد كان جامد وأحلى من أي كبسة جربتها في حياتي قبل كده. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. وبالعافية عليكم.